للنقاش والحديث أكثر عن الانتهاكات التي تشهدها البكرية والبيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي تنديدا بهذه الانتهاكات بحق المواطنين، معنا من عمان عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني الأستاذ عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. يعني كشفتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي قبل 6 أشهر أشهر الانتهاكات يعني التي تقع في البكرية، واليوم نتساءل معكم كيف تنظرون إلى ما حذرتم منه قبل 6 أشهر من الآن؟ من المعلوم تماما أنه التهجير القسري والتغيير الديمغرافي ثابت في العراق، وهو الوجه الأبرز للعملية السياسية منذ 18 عاما، لكن تتنوع هذه الأساليب الحكومية من أجل الوصول لمرحلة تهجير الناس من أهاليهم، فتارة بإطلاق يد الميليشيات بحجة فرض الأمن وما يجري في جرف الصخر وعزيز بلد شاهد عيان على استيلاء الميليشيات على مناطق وتهجير أهلها، وتارة أخرى بحجة أن هناك ردة فعل وأن هناك تطلق يد بعض الميليشيات لقتل الناس، وبالتالي على مرأى ومسمع القوات الحكومية يتم تهجير أهالي قرى الإمام، نهر الإمام في ديالى والقرى المجاورة لها، وبالتالي مرة أخرى يهجرون أهالي المطار ومجاوري مطار بغداد من بحجة الاستثمار. واليوم حقيقة الأسلوب الآخر الوقح والفج أنهم يطلقون أراضي يمتلكها أناس عراقيون منذ عشرات السنين، وبالتالي يسكنون فيها في منازلهم آمنين وهم يتملكونها، يطلقون يد جهاز أمني جهاز الإرهاب لتوزيع والاستيلاء على هذه المناطق بحجة توزيع قطع الأراضي على ضباط هذا الجهاز، وبالتالي المحصلة النهائية أن هناك تهجيرا قسريا، أن هناك استيلاء على ممتلكات الناس، وأن هناك عملية واضحة تماما للتغيير الديمغرافي ليس فيها لبس، لأنه المحصلة النهائية لكل هذه الآليات والوسائل التي يتم فيها التغيير الديمغرافي هو للمكون السني في العراق، وبالتالي إذن هي تطهير عرقي على أسس طائفي وهو أحد وجوه العملية السياسية. ما يجري حقيقة في البكرية حذرنا منه قبل 6 أشهر أن هناك نية لحكومة العبادي في حكومة الكاظمي عفوا من أجل إطلاق يد تهجير أهالي حي البكرية في الغزالية غرب بغداد، وهم سكان أصلاء يمتلكون هذه الأراضي أبا عن جد، ليست القضية حالية، وبالتالي الآن يتم تنفيذ هذه الإجرام وهذا العمل الإجرامي بحق أهالي جرف البكرية. وهنا التساؤل، يعني كيف يمكن أن تمنح الأراضي لجهاز الإرهاب جهاز مكافحة الإرهاب، ثم جهاز مكافحة الإرهاب المستفيد من هذه الأراضي هو الذي يقوم بنفسه في تطبيق الآلية والاستيلاء على الأراضي؟ طيب أين وفي نفس الوقت مغدار؟ بماذا يعني أضيف إلى هذا السؤال سؤالا آخر أستاذ عبد القادر، بماذا يمكن أن نفسر استخدام جهاز مكافحة الإرهاب لشعارات طائفية أثناء تهجير وتجريف الأراضي؟ مما يؤكد حقيقة على أن الحكومة تعتمد هذه القضية بإثارة النعرات الطائفية والدفع بها، لأنهم كلما ضاقت عليهم العملية السياسية وفشلوا في أدائهم الحكومي أو بناء نظامهم السياسي، وكلما صارت الخلافات كبيرة فيما بينهم، يتنفسون من أجل أن يتحدون على هدف واحد وهو العمل الطائفي ضد المكون السني، وهذا أصبح واضحا وجليا للعملية السياسية. الكاظمي بالأمس يتم محاولة اغتياله، والأطراف الميليشياوية تتظاهر على مناطق أبواب المنطقة الخضراء، ثم اليوم جهاز الإرهاب ذاته يحمي منصة لهؤلاء الميليشيات المتظاهرين يرفعون فيها شعارات وصور إعدام الكاظمي ويهينونه. وبالمقابل هذا الجهاز يذهب باتجاه هل ثمت علاقة بين الأحداث التي جرت بعد نتائج الانتخابات الأخيرة ومحاولة اغتيال الكاظمي بما يجري الآن في البكرية؟ بالتأكيد هو علاقة وثيقة تماما، لأنه هم كلما ضاقت عليهم الأمور يذهبون باتجاه هذا الطريق، لذلك العلاقة لها يعني نتائج واضحة بعملية نتائج الانتخابات. يعني بالأمس الميليشيات عندما لم تستطع مواجهة ميليشيات الصدر ذهبت إلى المقدادية، واليوم الكاظم يريد شراء ذمم جهاز الإرهاب من أجل الاستيلاء على الأراضي، وهؤلاء الجهاز
مكافحة الإرهاب يستعجلون في عملية الاستحواذ على الأراضي قبل أن يذهب الكاظمي. القضية لها علاقة وثيقة بهذه النتائج السيئة التي هي أصل العملية السياسية الذي لا زال العراقيون يدفعون ضريبته. وكما أسلفت لك يعني القضية لماذا لم يذهبوا مثلا لتوزيع القطع الأراضي في العشوائيات التي يسكنها أناس من غير بغداد، لماذا فقط يركز يتم استيلاء على الأراضي التي يسكنها مكون معين وهو المكون السني، سواء في عمليات الاستثمار في مطار بغداد أو عمليات تجريف الأراضي في البكرية وغيرها. لماذا لم يتم منح المناطق الصحراوية الممتدة في بغداد والتي أصبحت العاصمة متصحرة عدم وجود فيها زراعة؟ لماذا لم يذهبون ويعطون جهاز الإرهاب هناك قطع أراضي؟ إذن القضية واضحة تماما، القضية لا تتعلق بتوزيع قطع الأراضي إنما تتعلق بتغيير ديموغرافي، والكاظم يريد أن يثبت طائفيته لتلك الأحزاب من أجل الحصول على ولاية ثانية، وبالتالي من الذي يدفع ثمن؟ الأهالي الأبرياء يدفعون ثمن، وإلا أهالي البكرية حقيقة يعني يحظون باحترام كبير من كل المكونات الشعب العراقي في بغداد، وبالتالي هم يعني معروفين ومن سكان بغداد القدماء جدا. يعني لا نتكلم، يعني نتكلم عن تخطيط العمراني منذ 50 عاما هؤلاء يبنون منازلهم، لكن أنا أتكلم عن أكثر من 100 عام أهالي البكرية يتواجدون في هذه المنطقة، وبالتالي هم يعمرون هذه الأراضي ويسكنون فيها. وعلى هذا الأساس حقيقة تجري عمليات طائفية وقحة لجهاز مكافحة الإرهاب وللكاظمي، وهم يتحملون القانونية يعني المساءلة القانونية البحتة، لأن هذه القضية قضية جريمة جنائية دولية واضحة. لكن أين السياسيون والنواب والأحزاب من الحلق الأضعف المواطن العراقي الذي يعني يدفع ثمنا كبيرا نتيجة هذه الانتهاكات؟ يعني هؤلاء يعني باعوا ضمائرهم أولا، وثانيا لا يكترثون لهذه القضية مقابل مناصبهم. هم يعني يعتمدون على التنازل الفج والواضح تماما لكل هذه المناطق مقابل المحافظة على حياتهم ومكتسباتهم المالية، ثم المناصب التي تمنح لهم بقضايا يعني كالمتسولين حقيقة أقولها بصراحة، يعني هم تمنح لهم المناصب على أساس أنهم متسولين وليسوا قوة موجودة حتى وإن كانت ضعيفة. هم لم يحترموا أنفسهم حتى يتم حقيقة أن يحترموا المكون الذي يدعون أنهم يمثلونه، ولذلك حقيقة العراقيون كلهم منزعجون من هذه الإجراءات التي لا تمثل لا روح الإنسانية، وبالتالي خرجت عن المألوف تماما. يعني لا يمكن أن يتصور العقل أن يتم إخراج النساء والأطفال وإخراج ملابسهم وإخراج يعني أغطيتهم وممتلكاتهم ثم ترمى في الأرض ويرون أمامهم كيف يتم تجريف منازلهم والله من أجل أن توزع هذه القطع الأراضي على ضباط من جهاز مكافحة الإرهاب. يعني كان المفروض أن يخجلوا من هذه القضية. ثم القضية الثانية التي نتساءل عليها، أين القضاء؟ يعني هذه القضية ليست من اختصاص تنفيذ جهاز الإرهاب. يعني هل حسمت القضية على مستوى القضاء؟ هؤلاء لديهم أدلة وثبوتات قانونية تؤكد على ملكيتهم لهذه الأراضي، بالتالي لم إلى الآن أقاموا دعاوى، وهنا ينبغي حقيقة أن يكون هناك موقف للقانونيين والمحامين ولنقابة المحامين أن يصحوا ضميرهم وأن يقفوا مع هؤلاء الأهالي العزل الذين يتم استهدافهم من أجل إقامة دعاوى حقيقية في القضاء. يعني أين هذا القضاء إذ لم يكن مسيسا من قضايا الملكية والأدلة التي يمتلكونها؟ كان أقل تقدير يتم إيقاف هذه الإجراءات لحين البت بها قضائيا وقانونيا. شكرا لك الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب.